السلام عليكم ورحمة الله. مهاجم الصد القطري بغداد بنجاح يفاجئ الجميع مرة أخرى بعد أن قام جمال بالماضي باستدعاء نجم نادي ويست هام سعيد بن رحمة. ولكن قبل البداية أخي العزيز لا تنسى وضع لايك لهذا الفيديو. بعد أن قام المدرب جمال بالماضي باستدعاء نجم نادي ويست هام سعيد بن رحمة، التحق سعيد بمعسكر المنتخب الوطني الجزائري صباح اليوم، وذلك استعدادا لمباراتهما القادمة يوم غد ضد منتخب الكاميرون في ملعب مصطفى تشاكا. وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عدة تدوينات تقول أن هذا الأمر أغضب اللاعب بغداد بنجاح، إلا أن بغداد قال أنه لا يشعر بأي غضب ولا يحمل أي حقد اتجاه أي أحد، وأضاف قائلا أنه في اتصال دائم مع جميع لاعبي المنتخب الوطني الجزائري ومع المدرب، وقال أن هذه الأمور تبقى من اختيار المدرب، وقال أن المنتخب الجزائري بإذن الله سوف يتأهل لكأس العالم وسيتم استدعاؤه إن شاء الله.